ابو صلاح طمني، عملت ايه؟ مبروك يا معلم. خير؟ عيش حياتك بشكل طبيعي ولا كأن البنت دي موجوده في حياتك؟ ازاي؟ انت فات معاها على كل حاجه. هي نعم هي طالبه فلوس كتير، ولا يفرق معاها الفلوس، المهم ان انا ارتاح. هترتاح والورقه هتبات في حضنك. طب والحمل؟ مفيش حمل، دي اشتغاله. انا كنت هرشها من الاول. يا اخي ربنا يريح بالك، انا ما كانش بيجي لي نوم. بس البنت دي مش سهله، هتلهف كتير. بس على رايك، المهم الورقه تبقى معانا. بصراحه انا هتجنن، الورقه دي انا شايلها بايدي من الخزنه، انا مش عارف البنت دي وصلت لها ازاي. خزنه ايه؟ انت قلت لي انك مش فاكر انت حاططها فين. لا، ما انا لما عصرت دماغي وقعدت اجيبها يمين وشمال افتكرت انا شلتها في الخزنه، لان كنت ساعتها خايف من كاميليا. يبقى البنت جندت حد هنا في المكتب، وممكن كمان يكون في حد باعك وقبض منها واداها الورقه. حد؟ حد مين يعني؟ الله، ده كان نفسي فيه قوي. اختي كل اللي نفسك فيه تاني هجيبهولك، اي حاجه انت عايزاها انا هجيبها لك، بس تسمعي كلامي وتركزي في المدرسه. بصراحه بقى انا بزهق من المدرسه دي. نعم يا روح امك، ايه اللي بزهق من المدرسه دي؟ يعني انا طالع عين اللي جابوني للنهار عشان خاطر ما تخيبيش خيبتي تقولي لي بزهق من المدرسه؟ بتزهقي من ايه يا مفعوصه انت؟ انا عايزه اشتغل معاكي. بنت عبير، حسك عينك يا بنت اسمعك بتقولي الكلام ده تاني، سامعه؟ تذاكري وتنجحي وبس، واللي انت عايزاه كله انا هجيبهولك، انما ما تكلمنيش في حوار الشغل ده، تشيليه من دماغك خالص. ما انا مش نافعه، وكل شويه يقولوا لي هاتي ولي امرك، هاتي ولي امرك، مش عارفه اجيب لهم مين. هاتي ولي امرك؟ اللي انت بتعملي يا بت؟ مش بعمل حاجه، ده انا غلبانه والله. بنت عبير، عليا انا الكلام ده بردك؟ بتعملي ايه يا بت؟ تلاقيكي عامله بلاوي. انطق. لا، والنعمه الشريفه ما بعمل حاجه. امال ايه؟ ده هما بس العيال ساعات بيضايقوني وبيقعدوا يرخموا عليا وبيقعدوا يلقحوا بالكلام، فبضربهم. يلقحوا بالكلام؟ يلقحوا بالكلام ازاي يعني؟ لا مش بيلقحوا، وريني بس انت جايبه ايه؟ اسمعي يا بت، انت اللي بقولك عليه سيبي الحاجات دي دلوقتي. بيلقحوا بالكلام على مين؟ عليكي. قطعي سنتهم ولاد الحرام دول. بت عبيد، انا هجيلك المدرسه توريني العيال دي يا بت، وانا همسح بكرامه اهاليهم الارض. لا ما تقلقيش، ده انا قمت بالواجب وزياده. عبير، اوعي يا بت تصدقي كلام يقوله لك اي حد على اختك. لو هصدق يا نوره كنت صدقت كلام جوز امك. جوز امك؟ ليه بيقول ايه ده راخ؟ مش بيقول حاجه، وريني بس جايبه. خليكي معايا هنا، قولي لي بيقول ايه. انت يا راجل يا ناقص بتنبط عليا انا بالكلام بقى، انا ماشي عوج. طب وحياه مصحف ربنا ما انت حاططها على جتتك الجلابيه في ايه؟ اوعى سيبك. قلبت عليا ليه كده يا نواره؟ سيبي كلامك الزباله. الله الله الله، كلامك الزباله اللي بتنبط بيه على البنت وبتحرق دمها بيه. بنت مين؟ الله، دي كدابه في اصل وشها. في ايه نواره؟ مالك يا سنيوره ومال عمك؟ عمك دبب، انا ما عنديش امام لسانهم زفر كده. اهدى يا نواره، هتلم علينا الخل. وحياه مصحف ربنا، اما لم روحوا عني لفرجوا شغل الحوش بجد، وانت عارفني مجنونه مش عاقله، وان قامت في نافوخي هجرسك في وسط الحته كلها. لا، البت دي كدابه بصل وشها، قالت لك كلمه مفروضه. مالكش كلام معاها، كلامك معايا انا. طب قسما بالله ما تجيبش سيره ربنا على لسانك، انت لسانك نجس. ابي يا نوار، ابي يا بنتي، استهدي بالله كده وصلي على النبي. المثل يا اخويا بيقول لا تعايرني ولا عايرك، وانت عارف اللي فيها، ما هو كله في الاخر رايح على كرشك اللي ما بيشبعش. اهدى يا نوره، خلاص ملوش لزومك الكلام ده. اللي ملوش لزوم بصحيح يا سيد الكلام اللي بيقوله ابوك، خليه يلم روحه عني احسن. خلاص يا ستي، ماليش دعوه بيك ولا باختك، اندعوا في بعض. ايوه احسن لك كده، لم روحك ومالكش دعوه بينا. هلا احطك في دماغي، وانا نحطتك في دماغي وحياه مصحف ربنا، هقلعك ملط في وسط الحاره، واخلي اللي ما يشتري يتفرج عليه.